بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هعمل معاكم وسيلة تعليمية بسيطة بتعمل على زيادة التركيز عند الأطفال. الوسيلة دي بسيطة خالص، عبارة عن أنا معايا قطعتين من الكرتون على شكل دايرة، تمام. معايا أول قطعة عملت عليها، رسمت عليها دوائر بأحجام مختلفة، ممكن دوائر، ممكن مربعات، مستطيلات، مثلثات، زي ما انت عايز. رسمت عليها دوائر بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. اول حجم مثلا في حدود 10 8 5 3 قطر يعني. بعد كده هبدأ في ان انا افرغ كل دايرة لوحدها، افرغها من هنا، هركن دي دلوقتي وابدأ افرغ اللي عندي دي بالمقص او بالقطر. هنبدأ كده اهو، تمام، نبدأ بالشكل ده كده، هنفرغ، تمام. انا كده فرغت اول دايرة بالشكل ده كده. طبعا هشيل الجزء اللي انا فرغته ده عشان لسه هغلفه، وهو اللي هيتم تثبيته بعد كده، هكمل تفريغهم. انا كده خلاص فرغت قطعة الكرتون بتاعتي بالشكل ده كده. اول حاجة هبدأ اعملها، هجيب الكرتونة اللي هي الاولى واثبتها تحت الكرتونة اللي هي انا فرغتها، تبقى بالشكل ده كده، تمام. خلاص كده انا ثبت القطعة الاولى في التانية بالكرتون. بعد كده هجيب قلم سبورة وابدأ الون الحتت اللي هي انا فرغتها من جوه دي باللون كده، تمام، الونها. انا كده مشيت اطار بسيط على الجوانب من جوه باللون الاسود عشان بس تدي منظر. بعد كده هجيب قطع الكرتون اللي عندي وابدأ اغلف فيهم. معايا فوم جليتر، هبدأ اجيب كل قطعة واغلفها بالشكل ده كده، اثبت عليها اللي ايه، اثبتها كده، تمام. اجيب قطعة الكرتون والزقها، اجيب المقص وابدأ اقصها كده، تمام، واعمل كل القطع بالشكل ده. كده خلصت اول قطعة معايا، هبدأ بقى اعمل لها اغلف الباقي كله بالشكل ده كده. دي تاني واحدة نقصها، بقت جاهزة اهي، جاهزة معايا. تاني واحدة، انا كده خلاص غلفت الاربعة بالشكل ده كده. هبدأ بقى اعمل لهم حاجة بحيث اشيل منها واحط هنا، اثبتها كده بالشكل ده كده. دي سهلة بسيطة خالص، كل ما هو الموضوع هنجيب قطعة فوم ونيجي طبقينها كده بالشكل ده كده، بالشكل ده كده، ونيجي لازقينها بالشمع. خلاص كده جاهز اهي، نيجي مثبتينها هنا،
بقت جاهزة معايا 4 قطع، هنبدأ نلزقهم. بس علشان خاطر أشيل وأحط منهم يبقى العملية سهلة عندي. الشكل ده كده، أنا كده لزقتهم بالشكل ده كده. أدي أول واحدة، ودي التانية، ودي التالتة، ودي الرابعة. دي وسيلة بتعمل على زيادة التركيز والانتباه، وبتخلي عنده قدرة ان هو يميز بين الأحجام كمان. تمام، سهلة وبسيطة وغير مكلفة خالص. انا عملتها حجم صغير عشان انا مثلا لطفل واحد، لكن انت مثلا في القاعة مثلا عندك 30 طفل، تعملي حجم كبير على حسب الاعداد اللي عندك متوفرة تعملي بيها الوسيلة التعليمية بتاعتك. اتمنى ان هي تعجبكم ان شاء الله، وجربوها وان شاء الله تعجبكم. Thank you.